يجتمع العرب والمسلمون في رمضان في مناطق مثل الكاهون وجنوب كاليفورنيا في ليتل أرابيا أنهايم، حيث يبحثون عن مأكولات ونشاطات تعزز عاداتهم الرمضانية، من بينها نزهات خارجية بطابع شرقي رمضاني مع الزينة والأطعمة التقليدية. من أهم العادات اللي هي الإفطار برمضان، أنه لمة العيلة على طاولة واحدة، أي الشيء الوحيد اللي عم نحاول نحافظ عليه. بالأيام العادية طبعاً صعب أنه الواحد يلم العيلة أو أنه يكون موجود على طاولة واحدة يومياً، فعم نحاول هذا الشيء أنه نحافظ عليه برمضان. السنة ما قدرناش نسوي إفطار، ففكرنا في توزيع التمر، لأنه المسلم بيفطر على تمرة، فقلنا هذه هي كمان عملية أنه إفطار صائم، وسوينا برنامج الإفطار بحيث أنه نحن منجيب البوكسز هدول ونعبيهم تمر ونعطيهم للناس، ونعطيهم نقول لهم اللي يحمل 10 اللي يحمل هذا، يعطيهم لأهله يعطيهم لجيرانه. تستقبل الفاطرين رائحة الكنافة الزكية في أحد متاجر ليتل أرابيا، حيث حملت عائلة أبو سير وصفتها الشهية من الأجداد في فلسطين إلى كاليفورنيا لتذكرهم بجذورهم. كان لما يجوا على المحل عندنا بيسألوا على البقلاوة، هم متعودين على البقلاوة، فلما ندوقهم الكنافة هم بيحبوا بطبيعة الحال الجبنة كتير والحلويات، فلاقوا هذه إن هي الخلطة السحرية اللي بيحبوها، ففوق 90% تعجبهم يرجعوا ويجيبوا أصدقائهم وأصحابهم. فوجدنا إنه الكنافة النابلسية عليها إقبال شديد من الكل مع بعض التعديلات. للعام الثاني على التوالي يعيش المسلمون شهر رمضان الكريم وسط جائحة كورونا، إلا أن الحياة بدأت تستعيد بعضاً من رونقها هنا في كاليفورنيا، وينعكس ذلك على الصائمين الذين يتجمعون مع اتخاذ أقصى تدابير الحيطة ليتناولوا مأكولات عربية تذكرهم بجذورهم. رافي بوصيان، العربية، كاليفورنيا.